كان الإمام الحداد يقول صلاح العالم بأربعة: عالم مخلص منيب عامل بعلمه يعلم الناس على تقوى وهدى، وعابد يقوم بحق العبادة يستنزل الرحمات في الوجود، وغني يكسب المال من الحلال وينفقه في خير المحال لأهله ويواسي أهل ذوي الضرورة وذوي الفقر ذوي الحاجة ومشاريع الخير، وحاكم يحكمهم بالعدل والحق والهدى. فحيث وجد الأربعة استقام أمر العالم، استقام أمر الناس، استقام أمر الحياة. وقد كان بما ييسر الله لهم توفر حظهم من العلماء والعباد والأغنياء الأخيار الصالحين، وكان شانهم كما ذكر الإمام الحداد في سيرتهم في الوادي: فقيرهم وحرهم وذو المال منفقهم رجاء ثواب الله في صالح السبل، لباسهم التقوى وسيماهم الحياة وقصدهم الرحمن في القول والفعل. وبذلك فاحت الأنوار التي سمعتم وانتشرت في الأقطار، سمعتم عنها انتشار الإسلام في كثير من مشارق الأرض ومغاربها، والآن يتجدد بفضل الله تبارك وتعالى، والظلام والشر يتبدد إن شاء الله، والله يجمعنا عليه بالقلوب بالكلية ويقبل بوجه الكريم علينا. يا جامعنا على هذا الخير، سر بنا في أحسن السير.